هو مسار. شنو؟ ماكو هواء. ماكو هواء؟ لسه يجي الهواء. اصبر اصبر، لا تستعجل، عرف رزقك. صار له ساعة مراقب الهواء. منها تعال. بتول هذا البايسكل اللي شفته بالامازون نفسه. مرحبا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم جو حلو عندنا، كلش كلش حلو وحار، فطلعنا نتمشى شويه، يعني نتمتع بالشمس بلا ما نضل محبوسين. لولي ساعديني بالبايسكل وياك. صار لنا يومين مشترين طياره الحيدر، ويا يابا جنني، يعني ما تتخيلون ايش قد واقف بالبلكونة يقول بتول صار هوا مشي خلي نطلع، وبعدين يقول لا لا الهوا صار قليل. والله هسه جابها ويلا يريد يطيرها. طيارة تحدف وقعنا هيانها. أنا أشوفكم ياها وينها وينها. هيانها طارت. الله طارت حدو. ما حيدر طيرتها؟ ايه. شنو؟ شكرا حدوري. الوردة حلوة صغيرة وانا مثلك. اكو هواية صغيرين بعدين بيبي وفايس وهيج كلب جو الدين الهونش. لانه البينا يروح على هذني على العسل. هذني هذني. يلا انطلقوا. ماكو هوا ماكو. اذا بس نروح للبيت يقول صار الهوا. طلعوا احطك وطايرك من الشباك. ماكو هوا. اركض اركض. اكو هوا والله. هاي شوف شمس حارة اليوم. تعالي تعالي تعالي. زعلانة 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 آني آني. لولي خلي أقول شي الحقيقة. آني ردت أجيب اثنين لأن أنا أعرف بيكم اثنيناتكم قرودة، فما لقيت، فقلت خلي أجيب وحدة أحسن من الماكو. وعليه تميل تميل. هذا لا تزيل خل اول شيء. يلا هات هات يلا لا تهدها بعد ترى تروح. يلا يلا روح. جوها جوها هي في حال حتى تصعد. هي هي هي. الله شنو هاي التيالة. اه قعدت التيالة. يلا ساعدي اقصي رادي اقصي هني هني الحبل. شو ام انت شو اقصي اقصي. لازم تفتحها. لا لازم تفتحها. لا ايجي احسن. الناس كلها طالعة يتمشون. بعدي مدى تشوفين ايش تسوي. اكله اكله. شو مسوينا اليوم؟ فلافل فلفل فلافل. هسه هذا الثلج حيضيف على الحمص بطحينه. شنو الغايه من عنده ايوب؟ شنو السبب يعني تطحن شو اسمه؟ هذا سر المهنه. هذا حمص مجروش يعني نص حمص. هاي النص اوكي. حمص مجروش مسلوق اوكي. وشنو ضفت عليه؟ ضفت عليه كمون زين وكزبره زين وملح شويه زين وراشي وثلج ليمون وزيت زيتون زين. واكو ناس تحب بيثوم. يحبون بيثوم. ترشين رشه ثوم هذا المطحون او ثومايه مثل هاي اوكي. تعصروها يعني او تبرشوها وتخبطوها وياها. خوش زين. ليش حطيت ثلج؟
ما بلش. لا لا جد والله. ما وقف. ليش حطيت هالج؟ اليوم ما خليك. شنو السبب؟ وراشي وياه. اوكي. و راح نشغل هسه. ايش كم مره تثرم عليه؟ مرتين ولا مره؟ مرتين. اوكي يلا. هاي المعلومات لازم اقول لكم اياها. يحط كرفس ويحط ثوم وهذا فلفل اخضر. فلفل إيه؟ يعني ذني الاشياء ضروري تخليهن. الفلفل مو ضروري بس هو شويه طعم طيب يطيل شو اسمه. اذا مو هذا اكو قرن هيك فلفل طويل. هسه اخلي لك ثوم وشويه كرفس ونرجع نخلي حمص وبعدين نكمل. لحظة. هسه خلصنا الثرم مال الحمص مرة واحدة، هسه راح يرجع مرة ثانية يثرمها. يرجع لو ارجع؟ نرجع. راح نرجع مرة ثانية نثرمها مرة الأخ. يعني ضروري مو؟ اي طبعا اي تصير ناعمة. طبعا جي. هو ثرمها كلها وبقى فت كمية كلش قليلة. هاي شوفوها. شنو السبب؟ ممكن ابوق المعلومات؟ تبقين اكثر من هذا انت. شنو السبب؟ هاي خشنه وذيك ناعمه راح تنخبط وياها تبقى هيجي الحبه الخشنه ويا الفلفل هاي تطلع. يعني السر هذا. هنا يضيف برغل مثل ما تشوفون هذا البرغل الناعم. يضيف دائما وياها فد خاشوقه اكل تخلي. لا اكثر. اكثر من خاشوقه. شنو السبب هذا حتى ينفخها يعني؟ هسه ثرمنا الحمص مرتين، تركنا شوية من عنده وضفناه ويا الكمية، وبعدين خلينا ملعقتين إلى أربعة من البرغل، والبرغل الناعم. هسه هنا أنا راح يضيف كمون هذا مو؟ هذا الكمون. أوكي، إيش قد؟ حسب الجسم الرغبة، مو شرط يعني واحد يحب طعمها الكمون بها الكثرة. هواية أو شوية حسب الرغبة مالتكم، تمام. الكمون هو اللي يخليها فلافل من فلافل. طيبة يعني. أوكي، هاي. هاي هنا نضفنا الكمون، شوفوا ملح مو هواية ملح يعني مو بتول تحط الملح؟ لا واحد يعني ليش مو هواية؟ مو هواية تصير مالحة مو طيبة الفلافل صحيح. ايه اوكي الملح لازم يكون اقل من اللي انتم متعودين عليه حتى ما تصير الفلافل طعمها مو طيب. وهنا شنو عندك؟ هاي كزبرة. كزبرة مطحونة. اكو بهارات مال الفلافل يسوون جاهزة يبيعوها هذا. بس احنا لا احنا نسوي هاي الشغلات. هاي كزبرة مطحونة وشوية فلفل ابيض، شوية فلفل اسود، شوية ملح، كمون. جهال ياكلون ومن حط فلفل اسود. اوكي. بالنسبة لك تخلي هاي الشغلات وثوم وهاي السوالف. اي جهال البودر. يعني هي اما سوداء يا ما بيكنج باودر لو يصير الاثنين سوداء يخلون مو اثنين لا بس سوداء يخلون. ايش قد حتخلي بيكنج باودر؟ خلي هذا عادي راح تنفخ هاي تنفجر بعدين. استكان خليت كامل مي؟ بعد لا هاي شنو؟ والله هواي شنو ايش عندنا؟ قابل هيك بعدين بالجسم نريد نسوي هاي هذه بعد. اوكي هسه بنات خلصت العجين مالتها شوفوها صارت عجينه انها فلافل. لحظة ليش خليت ماي؟ ليه مو خل ما تخفف فيها كلها تخف بس الاسماء هي لقدام. العجينة ما تخليها. ايه. لازم تخليها هيك تنزل. لازم. اوكي. لازم اول ما تخلون الفلافل تنزل جوا بساعة تطلع مرة الأخ، من تطلع تنصون النار. وأنا قاعدة أنتظر الفلافل، شوكت هاي الأزمة تعدي بس تعدي. هسه انت خليت النار عاليه وخليت الفلافل وبسرعه طلع من فوق وبعدين نصيت النار لحد ما تصير لونها شبره. هسه حمه. زين. زيت حمى. زين. لان اذا تبقيه عالي زين. هاي احرقها من برا. زين. تحترق الفلافل من برا تصير محروقه وبطنها بعد ما مستويه. عجينه. بس حلوه يعني ستطلعها على هالشكل شقره دا احس بيها.
اوكي، فاني سج حسب راح استغل الموقف، وعندي عنبه جايبتها وياي من العراق، فراح اجيب انطلي من يمك هذا مال مي احمي بيه مي شويه القوري، فراح احمي شويه مي حار واسوي العنبه احسن ما قاعده اتفرج. هاي عندي بهارات العنبه راح اخلي بالدولكه حتى تصير ثخينه، بعدين يلا اخففها بالمي، فراح اخلي تقريبا 3 ملاعق لان هي تدخن كلش هواي الصيد. راح اشوف لكم ويا شنو راح اخلطها. هاي 3 مي لازم يكون حار واخلطها كلش، وبعدين يلا اضيف المي البارد واتركها. اذا تخلوها ليله كامله راح تبدي تصير شلون عباك المحله ذي هيك مثل النشا فتدخن مو هواي. فهسه راح افرغ المي اللي يجي منها وبيها بالعلبه نفسها هالشكل شوفوا، وبس مي وملح بداخلها بدون ما اطلعها، بس يجي اتاكد انه هي نشفت. عادي اذا بقى شويه هم ماكو مشكله، شوفوا شلون ناشفه. فهنا أنا عندي هاي شوفوا شلون تخنت من جوا كلش صارت ثخينه العنبه، فراح اديرها فوقها وبعدين ادير عليها شويه مي، مي بارد يعني مو كلش حار على مود تبرد، واخليها بالثلاجه بعد هالشكل بعد ما تتغطى كلها كامله بعد شويه. شوفوا وطبعا هي بارده كلش يعني مو تفكرون انه حاره لان انتظرت العنبه اني تبرد، فتسدوها زين نشفها وشوفوا النهاية مالتها كلها صايرة بيها العنبة، فخضوها حتى تتلابس كلها سوا، وهاي بالثلاجة تبقى ليلة كاملة، وثاني يوم انطيها لي وبتريق بيها ويا فلافل. وها شلون حلوة الفلافل، هذا حجمها كلش حلو الزلاطة، هتحلى الزلاطة اذا مو ليمون وشوية زيت زيتون. مساعد الشيف لا 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 اهلا عمرو ابراهيم، كيف صحتك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. راح اطلعك بالتلفزيون صورينا، راح اطلعك بالتلفزيون. تفضل كيفك خاله فوزيه؟ تفضل كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. هاي الك اللي تحبيها وعملت لك حمص حبيبي. ما حبيبتي خاله قلدي شغله بدك تصدق. اي والله اي والله والله قبل ما يتلفن ايوب بدقيقتين اخذ التليفون بدي اتصل فيك انت اسمع صوتك. والله يا عمري خالد تسلمي تسلمي. والله يجيب لك عمل. هي هي اللي تحبيها الفلافل. يا سلام يا سلام. ان شاء الله صحه وعافيه، ان شاء الله صحه وعافيه. الله ليه حرمني انت رب السماء حيدر مليح ان شاء الله. الحمد لله بخير. سلمي لي لايوب كثير. الله يسلمك خالد فوزية بعيونك. الف خير. الله يسلمك مع السلامه. سرباني وشكرا لمحبتكم وشكرا لتعليقاتكم اللي تكتبوا لي اياها كلش حلوه، وبنهايه الفلوق اقول لكم تصبحون على خير مع السلامه. ماما